الزمالك محتاج ايه صفقات تاني؟ مراكز؟ لا هنا انا قلت محتاج فيرود، فيرود كويس قوي كمان، يمكن في لعيب صغير جه افريقي. هنشوف الفتره اللي جايه محتاج حد ناحيه الشمال، هيلعب نضاي فيها شمال، هيلعب شيكابالا لان الموسم طويل، لازم إمام. عندك لازم يبقى عندك امام، ما بيحبش هو الراجل يلعبه بره على فكره. امام عنده ميزه ودي مش موجوده كتير، امام شرس، بيعرف يطلع بالكوره، بيعرف يسدد، بيكمل كمهاجم ويرد. هو بس عنده مشكله في حته معينه، ان انت لما بتيجي تشتغل مع الفرق انت بتشغل خطوط، كل لعيب بترسم له خطوط، فما ينفعش تبقى عشوائي في الخطوط. فعنده امام عنده مشكله، ما بيحب يزيد شمال ويروح رايح يمين ويروح طالع على قدام. ساعات المدرب ما بيحبش كده، في مدربين ما بتحبش كده. انا احب يبقى عندك طاقه وحماس وكل حاجه، بس في اللي مرسوم لك ما تخلصهمش بدري، واللي في اللي مرسوم لك يعني ما ده اللي بتكلم فيه، لان الرده بتاعتك ردتك لما هتروح، انا عايز ادي مثلا بساسي، اتفضل ساسي لما كان بيلعب هو وطارق، فكنت تلاقي طارق واقف وساسي يروح ويرد في نفس المكان، ما يروحش لبعيد قوي عشان يرد هنا. فاهم انا عايز اوصلك ليه؟ لان في الاخر انت بتامن المساكين. صحيح. لكن الراجل بيعتمد عليه بقى ان المساكين ما بقوش اثنين، المساكين بقوا ثلاثه، فواحد يقف قدامهم في اربعه، فبالتالي عنده اربعه بيدافع كويس. دي ميزه بقى تبقى قاعد مع كابتن سامي الشيشيني، يعني انه في ملحوظه حضرتك قلتها دلوقتي هي في منتهى الاهميه وبعض الناس بتغفلها. يعني انت مثلا كمدرب ممكن في اي لحظه امام عاشور ما فيش اثنين في مصر يختلفوا على قيمته الفنيه وامكانياته وفارق، بس انت كمدرب ممكن في اي لحظه تقعد امام عاشور فالناس تقول لك انت ازاي قعدت امام عاشور، بس هو ممكن تكتيكيا يلخبط لك حاجه في الملعب. انا مش بتكلم على امام عاشور كلاعب، اي لاعب يعني، في لعيبه كتير يقول الناس تقول لك ايه هو ده قاعد ليه، ده لعيب مميز جدا، عشان بيشوفوا بس المهاره والحرفانه. طيب هو شيكابالا يقعد بالظبط ما يقعدش؟ لا، لكن في ماتشات ما لعبش. هو راجل عمل كده لو تفتكر في نهائي الكاس مصر، وماتش الاسماعيلي اللي كسب 1-0 وماتش الاسماعيلي لما بيلعبوا ليه؟ لان الملعب محتاجك امتى في التكتيك اللي انت عايزه. بالظبط. شيكابالا من امهر اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، من احسن اللعيبه اللي انا شفتها، لكن في تكتيك معين، هل انت هترد تضرب مساحه ال 60 70 متر هجوم وتروح مرددهم دفاع عشان في وقت من الاوقات تبقى باك ليفت؟ لان في اربعه ممكن الباك بيخش لجوه يبقى مساك، فالهاف يبقى باك. صح. ده في التكتيك بتاعنا. صح. هل شيكابالا هتجيبه من راجل بيلعب تحت الفيرود الشمال يرد يبقى باك ليفت؟ مش هيرد معاك. طب لو اداك 5 6 7 8 سبرنتات مش هيقدر، مش هكمله. وده يمكن اللي اخذ على فيريرا في مباراه الهلال لما بدا بشيكابالا، يعني الناس قالوا انت ليه بدات ليه بدات؟ لان هو هقول لك على حاجه، لان شيكابالا لما تبدا بيه تعرف تغيره. لكن لو نزلته وما قدرش يديك مش هتعرف تغيره. بس حسيت ان الموسم اللي فات كله لما كان شيكابالا بياخد جزء من الشوط الثاني كان بيبقى مؤثر اكتر، بيغير الطريقه. بيغير له الطريقه. بيلعب 4-3-3 او 5-3-2 عشان كابلا ما يرجعش. وساعات كان بيطلع الجزيري ويخلي شيكابالا فيرود. الراجل ده ذكي جدا، الراجل ده ذكي جدا، مش عايز يجي على الشكل التكتيكي ومحتاج شيكابالا، فيطلع الجزيري فيسيب شيكابالا فيرود. مش لاحظتها كتير؟ صح. او يغير الطريقه تبقى 3-4-3 يعني، او يعني بيخلي 3 مساكين ورا او 3 ديفندرات، المهم يبقى في 5 بيدافعوا عشان شيكابالا ما يرجعش، لانه عارف ان هو هياثر على الشكل التكتيكي. طبعا. بس انا عايزه ما اقدرش محطوط. ولو سبت سيف ولعبت شيكابالا جناح ممكن تاثر على شيكابالا، مش هيرجع ولا الجزيري، عشان كده هيضطر الجزيري ينزل يدافع لشيكابالا، فبالتالي انت خلاص ما استفدتش منه. وكان ناس كتير يلوموا فريرا انت ليه بتطلع سيف الجزيري لما بتنزل شيكابالا، عشان هو عشان ما يخسرش اثنين، عشان اثنين لو بيهاجموا مش هيردوا. صح. واحد بس هو يقدر يستغنى عن واحد، يا شيكابالا يا الجزيري، ما يقدرش يحط الاثنين، لو حط الاثنين يغير الطريقه. يبقى هيضطر تخلي زيزو يرجع كتير، هو مش عايز زيزو يرجع كتير، هو عايز زيزو يبقى في التلت الهجوم اللي هو يقدر يبقى تلت مؤثر. فانت لو شغلت بشيكابالا وجزيري في الودين هتضطر تنزل زيزو فين؟ نص ملعب. صحيح. فينزل يدافع ويرد يهاجم ويدافع، فاهلكته. انا عايز التلت الهجوم يبقى موجود فيه. فبالتالي النهارده لا، الراجل